في الفيديو ده هنتكلم عن مثال للمالتيبل هايبوثيسيس تيستينج، بالتحديد هنتكلم عن الاورثوجونال سيجنالينج. ده عباره عن كوميونيكيشن سكيم او ام اري كوميونيكيشن سكيم، يعني الترانسميتر فيه بيبعت واحد من ام ويف فورمز او سيجنالز. ام غالبا بتكون ان اكسبوننت اوف 2، يعني 2 او 4 او 8 او 16 او 32 وهكذا. بيبقى عندنا ستريم اوف بيتس او سيكونس اوف بيتس الترانسميتر عايز يبعتهم للريسيفر. الستريم اوف بيتس ده بيتقسم بلوكس، كل بلوك لوج ام للاساس 2 بيتس، يعني مثلا لو عندنا ام بتساوي 4 يبقى احنا هيكون عندنا لوج 4 للاساس 2 بتساوي 2، يبقى نقسم الستريم ده لبلوكس، كل بلوك 2 بيتس. 2 بيتس لهم 4 بوسيبيليتيز 0 0 0 1 1 0 1 1، وبالتالي نقدر نختار بال2 بيتس دول واحد من 4 ويف فورمز. بصفه عامه البلوك هيكون فيه لوج ام للاساس 2 بيتس، وهنقدر نستخدم البلوك عشان نختار واحد من ام سيجنالز اس 1 اوف تي اس 2 اوف تي لغايه اس ام اوف تي. الكوميونيكيشن سكيم ده اسمه اورثوجونال لان بيتحقق فيه الاورثوجوناليتي، معناها ان الانر برودكت بتاع تو سيجنالز مختلفين عن بعض، يعني اس اي اوف تي واس جي اوف تي وجي لا تساوي اي بيساوي زيرو. تمام، ده معناه ان عندنا التو سيجنالز اورثوجونال تو وان انذر، وهو ده السبب ان احنا بنقول على الكوميونيكيشن سكيم ده ان هو اورثوجونال سيجنالينج. هنفترض كمان ان كل السيجنالز لهم نفس الانرجي اي، يبقى عندنا ايكوال انرجي اورثوجونال سيجنالينج. دي امثله للسيستمز اللي ممكن نقول عليها انها اورثوجونال. يعني مثلا ناخد السيستم ده، عندنا ام بتساوي عندنا ام بتساوي 8. تمام، نفترض ان عندنا السيجنالينج انترفال عباره عن تي، معنى كده ان كل تي كابيتال يونتس اوف تايم بنبعت واحد من السيجنالز. يعني ايه؟ يعني كل تي كابيتال يونتس اوف تايم بناخد 3 بيتس من البيت ستريم، وبيزد على الثلاثة بيتس دول بنختار واحد من الثمانية ويف فورمز دول عشان نبعتهم. الويف فورمز دول عبارة عن شورت بالسز، البالس الديوريشن بتاعها عبارة عن تي على 8، والفرق بين الويف فورمز هو مكان وجود البالس within التي كابيتال يونتس اوف تايم. يعني على سبيل المثال لو انا عندي ستريم اوف بيتس ممكن اقسمهم ثلاثات عشان لوج 8 الاساس 2 بيساوي 3، لو لقيت الثلاثة بيتس 0 0 0 هبعت بلس الديوريشن بتاعها تي على 8 وفي الاول، يعني من اول السيجنالينج ديوريشن لغايه تي على 8. لو جالي 0 0 1 هيحصل شيفت شويه في التايم، فانا هبدا الاول لفتره تي على 8 هبعت 0، وبعدين هبعت سيجنال بامبليتيود معين لفتره تي على 8، وبعد كده هبعت 0. لو جالي 0 1 0 يبقى لفتره 2 تي على 8 هبعت 0، وبعدين لفتره تي على 8 هبعت سيجنال بامبليتيود معين، وبعد كده هبعت 0 لغايه اما اوصل ل 1 1 1. لو جالي بلوك اوف بيتس 1 1 1 يبقى هقعد 7 على 8 7 على 8 تي كابيتال باعت 0، وبعدين لفتره تي على 8 هبعت سيجنال بامبليتيود معين. واضح طبعا ان السيجنالز دي اورثوجونال، لانك انت لو ضربت اي اتنين سيجنالز من دول في بعض البرودكت هيساوي زيرو، وبالتالي الانتجرال هيديك زيرو. ده مثال تاني للاورثوجونال سيجنالينج. هنا عندنا اما بتساوي 4 وعندنا 4 ويف فورمز الديوريشن بتاعهم تي كابيتال، ولو انت خدت اي اتنين ويف فورمز هنا عملت تكامل من من زيرو لتي كابيتال اس اي اوف تي اس جي اوف تي دي تي، هنا دي ريل ويف فورمز واي لا تساوي جي، هتلاقي ان الكلام ده بيساوي زيرو. عندنا السيستم ده اللي اسمه فريكوانسي شيفت كينج، دي احد طرق الديجيتال كوميونيكيشنز، فريكوانسي شيفت كينج او الاف اس كي. ده معناه ان احنا بيبقى عندنا ام ويف فورمز هي عباره عن ايه؟ عباره عن سيجنالز الديوريشن بتاعها تي كابيتال، وهي عباره عن ساينوسويدز الفرق بينها في الفريكوانسي. يعني اس اي اوف تي لها فريكوانسي اف اي، اف واحد عباره عن مالتيبل من واحد على تي، غالبا بيكون لارج مالتيبل من واحد على تي. اف 2 هي عباره عن اف 1 زائد 1 على تي، اف 3 عباره عن اف 2 زائد 1 على تي، يبقى عندنا الديوريشن او السيبريشن ما بين تو ادجيسنت فريكونسز هو عباره عن الفاكتور ده اللي هو 1 على تي، والتي هي عباره عن السيجنال ديوريشن او السيجنالينج ديوريشن. تمام، نقدر برضو هنا نعمل التشيك ان احنا لو خدنا اي اتنين سيجنالز لهم فريكونسيز مختلفه ضربناهم في بعض كملنا من زيرو لتي كابيتال هيطلع التكامل ده بيساوي زيرو. كل دي انواع للاورثوجونال سيجنالينج. لو احنا عندنا اورثوجونال سيجنالينج غالبا بنستخدم ما يسمى كوروليتور ريسيفر.
الكوريليتور ريسيفر عباره عن الاتي، انا ببعت سيجنال اس اي اوف تي، طبعا بيبقى فيه عليها النويز اللي جاي نتيجه للالكترونكس بتاعت الريسيفر، ده الدوميننت فورم اوف نويز اللي هو الجاوسيان نويز. بعد كده باخد السيجنال ار اوف تي اللي هي عباره عن اس اي اوف تي مجموع عليها الجاوسيان نويز، بضربها في اس 1 اوف تي وكامل من 0 لتي، واضربها في اس 2 اوف تي وكامل من 0 لتي، واضربها في اس ام اوف تي وكامل من 0 لتي، يعني بطلع ام كابيتال نتيجه. تمام، النتائج عباره عن ار 1 ار 2 لغايه ار ام. كل اوبزرفيشن من دول، كل ميجرمنت من دول هي عباره عن سيجنال كومبوننت ونويز كومبوننت. السيجنال كومبوننت، السيجنال كومبوننت عباره عن ايه؟ هو عباره عن تكامل من 0 لتي اس اي اوف تي اللي هي السيجنال اللي انا بعتها في اس، مثلا هنا في الحاله الاولانيه في اس 1 اوف تي دي تي، وطبعا هنا بعمل بس نورماليزيشن فاكتور 1 على جذر. تعال نشوف لو انا مثلا بعت اس 1 اوف تي ايه اللي يحصل؟ الكومبوننت ده هيساوي كام؟ الكومبوننت ده هيبقى عباره عن 1 على جذر اي تكامل من 0 لتي اس 1 اوف تي اس 1 اوف تي دي تي، يبقى بيساوي اي على جذر اي، يبقى بيساوي جذر اي. طيب الكومبوننت الثاني ده يساوي كام؟ هيبقى عباره عن 1 على جذر اي تكامل من 0 لتي اس 1 اوف تي، لان هي دي السيجنال اللي بعتناها اس 2 اوف تي. دلوقتي احنا عندنا اورثوجونال سكيم، يبقى معنى كده ان الكلام ده بيساوي 0. معنى كده ان انا لو بعت اس 1 اوف تي الار 1 هتساوي ايه؟ هتساوي جذر اي زائد ابسلون 1. طب الار 2 هتساوي ايه؟ 0 زائد ابسلون 2 لغايه ار ام هتساوي 0 زائد ابسلون ام. يعني كل الكومبوننتس من الام كومبوننتس دول هيكونوا عباره عن بيور نويز، ما عدا الكومبوننت الاولاني هيكون النويز اللي هو ابسلون 1 زائد جذر اي. طب لو انا بعت اس 2 اوف تي، لو فكرت كده وشفت الريسيفر هتلاقي ان اس 2 اوف تي الفرق ان هيكون لو اتبعت اس 2 اوف تي ان ار 1 هتساوي ابسلون 1، لكن ار 2 هتساوي جذر اي زائد ابسلون 2، ار 3 هتساوي ابسلون 3 وهكذا. يبقى جنرالي سبيكينج لو انت بعت السيجنال اس اي، الفيكتور ار ده هيكون المين فاليو بتاعته عباره عن ميو اي، والميو اي دي عباره عن ايه؟ الميو اي هو فيكتور كله زيروز ما عدا في الايث بوزيشن هيكون فيه جذر اي. يعني ميو 1 هيكون عندنا ميو 1 بتساوي جذر اي 0 0 0 لغايه الاخر، وطبعا الفيكتور ده بيكون ام في 1. تمام؟ والسيجما سكويرد هي عباره عن الفاريانس بتاع النويز اللي احنا زي ما قلنا من الاول خالص، الفاريانس بتاع النويز هو مقياس للانرجي او الباور اللي موجوده في النويز. تمام؟ لو احنا عايزين نمينيمايز الافريج بروبابيلتي اوف ايرور يبقى هنستخدم المبرول في الكوميونيكيشن سيستمز، تيبيكلي بيكون عندنا الهايبوثيسز او السيجنالز او الويف فورمز ايكوي بروبابل، وبالتالي الماب رول هيتحول للام ال رول، والام ال رول نقدر نكتبه عشان عندنا اللايكليهود فانكشنز بالشكل ده، نقدر نستخدم المينيمم يوكليديان ديستنس رول.